السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وفي احسن الاحوال يا ربي، وما ناقصكم خير. فاليوم ان شاء الله فيديو جديد او فلوج جديد، كنتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. فبديت يا لالا براسي، حكيت سنيناتي، درت واحد الكريم ايدغاتون اللي ايدغاتي ليا لابو ديالتي. عارفين مع هاد الوقيتات هادو انا لابو ديالي تنشف شويه، وكندير هاد الكريم هذا اللي غادي نبارطاجيه معاكم، اس في ار اللي غزال البنات، كيتباع في لا فارماسي وفي لا بارا فارماسي، اللي زوين البنات ليكم لوليداتكم، يعني ما تندموش عليه. ومن بعد اكيد غادي ندخلوا للكوزينه اللي تندخلوا وما تنبقاوش نخرجوا منها. غادي نبدا اول حاجه هي بالتحليه، نحيد عليا. غادي نحتاجوا فيها نصف لتر ديال الحليب، جوج معالق ديال مايزينا، ثلاثه المعالق ديال سنيده، معلقه كبيره، هادو كاملين البنات معالق كبار، معلقه كبيره قهوه سريعه الذوبان، وجوج شاسي ديال الكاكاو. وغادي نمزجوا هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم، وغنبقاو مع التحريك المستمر باش ما يداروا ليناش واحد التكتلات، واحد بحال الحبيبات البنات، وكيخسروا لينا التحليه ديالنا. فغادي نبقى نخلط البنات مزيان كيف ما شفتوا معايا، ومن بعد ما غادي يعقد ليا الكريمه ديالتي غادي نضيف ليها واحد المربعات ديال الشوكولا انواغ، اللي كيزيد واحد النكهه لذيذه، واحد اللذه غزاله ديال الشوكولا، وغادي نوضعهم في الكويسه ديالهم. وغادي نمر باش نحضر معكم الطبقه الثانيه. فكيف ما شفتوا معايا البنات، دغيا تيقبض هاد التحليه هادي، دغيا كتقبض في راسها. من بعد ما خليتها وضعتها في الكويسات ديالها، غادي نمر باش نوجد الطبقه الثانيه اللي غادي نحتاجو فيها كذلك نصف لتر حليب، جوج المعالق د مايزينا، ثلاثه المعالق سنيده، او فلون فاني او لا فلون كراميل، يعني الفلون كيبقى على حسب الاختيار ديالكم اكيد. وغادي نتبعوا نفس الطريقه اللي غادي نبقاو نمزجوا المكونات مع بعضياتهم بالتحريك المستمر، ما توقفوش حيت دغيا تعقد لنا الخليط ديالنا. وغادي نوضعوه فوق الطبقه الاولى، واكيد غادي نوضعوه في المبرد حتى تبغيوه ان شاء الله الوقيته ديال السحور او لا في الفطور، عاد غادي نزينوا معكم. فكيف ما شفتوا معايا البنات، الخليط كيجي على هذا الشكل تيعقد، دغيا البنات تيقبض في راسو. فغادي نوضعو في الكؤوس ديالي فوق الطبقه الاولى، وغادي نخليه يبرد هكذا فوق سطح العمل، عاد غادي نوضعو في المبرد كيف ما قلت لكم. هنا البنات حضرت هاد الكيك اللي ديجا كلشي تيعرف ليها، ديال ثلاثه البيضات كالزيت كالسنيده فورس حسب الخليط، وثلاثه الخمارات وشاسي ديال الفاني. هادشي اللي تندير في البنات كتجي لذيذه. والطبقه اللي غادي ندير فوق منها، خديت البرتقال اولا الليمون، عصرته درته في الصفايه قياس ديال واحد كاس كبير، وغادي نضيف ليه واحد ثلاثه المعالق ديال سنيده اولا جوج، يعني سنيده البنات ديما كنقول لكم كتبقى على حسب كل واحد والحلاوه اللي تيبغي. وضفت ليهم جوج معالق كبار مايزينا اولا نشا الذره. صافا البنات بقيت مع التحريك المستمر كيف ما تنقول لكم ديما، حتى قبط لي الخليط في راسو حتى عقاد، عاد غادي نوضعو فوق الكيك ديالي، واكيد التزيين كيبقى اختياري. فالبنات هاد الكيك هادي ديال البرتقال
اللي كتجي فيها الطبقه ديال البرتقال كتجي غزاله وكتجي لذيذه خصوصا من اللي كتبرد. فانا غادي نزينها وغادي نوضعها في المبرد، اكيد انا حتى السحور ان شاء الله. عاد غادي نبارطاجي معكم التحليه كيفاش جات والكيك ديالي من بعد ما غادي نقطع معكم شي طريف. وغادي نمروا دابا باش نوجدوا الفطور ديالنا اللي حتى هو غادي يكون فطور اللي ما فيهش تمارة بزاف وسريع في التحضير ديالو. فيلا معايا. واول حاجه غادي نبدا فيها في الفطور ديالي هي غادي نسلق لي بات اللي غادي نحتاجو ماكدا في الفطور. غنصوبهم بصوص طوماط، كيجيو البنات لذادين بزاف لي بات كل مره باش نديرو، مره صوص بلونش مره صوص طوماط كل مره. وشنو شندير لهم اليوم؟ بغيت ندير هاد صوص طوماط كتجي زوينه. وغادي نبارطاجي معكم حتى البوطيطوس أو البولي بارميديانو، الأكلة الإيطالية كيجي البنات خطير بزاف، إلا جربتوه ما بقيتوش غادي تستغناو عليه. فبالنسبة للصلصة الطماطم كندير فيها الزيت البلدية، الثومة، القزبر والمعدنوس، الملحة، الإبزار، القليل من الكمون أو القليل من التحميرة. صافي هادشي اللي كندير. وأكيد غادي ندير معاه غير صوص سوليس، كتجي البنات لذيذة واخا غير بصوص سوليس كتجي زوينة. فراه هاد صوص طوماط كتجي غزالة البنات. وغادي نخلي منها حتى شوية البولي بارميديانو اللي غادي نحتاج فيه شوية ديال صوص طوماط كيف ما قلت لكم. وغادي تكون الأكلة ديال البات وجدات. وغادي نمر دابا باش نحضروا البولي بارميديانو والبوطيطوس اللي حتى هما كيجيو لذادين بزاف البنات، الا جربتوهم ما بقيتوش غادي تستغناو عليهم. انا غادي نبقى الفيديو كامل نقولها لكم. وقولوا لي فقد عليكم سيدنا رمضان ولا قضيتوا عليه؟ الصراحه داز طاير ما حسيناش بيه. انا تيعجبني بزاف رمضان ودغيا دغيا دغيا طار. وبديتو شي تحضيرات ديال العيد، شريت شي الحويجات ديال العيد. فراه سبحان الله ديما هاد الايامات الاخيره الواحد صافي البالو تيولي غير مع العيد شنو يوجد شنو هذا. مهم الله يدخلوا علينا وعليكم غير بالصحيحه والسلامه وطول العمر والقلوب تكون متصافيه. هنايا البنات راني ضفت حتى الزعتر كيجي لذيذ في لي صوص، جربوه وردوا عليا كيفاش جاكم. وبالنسبه للبوطيطوس خديت البطاطا ديالي خليتها تسلق واحد المده ديال 5 ديال الدقائق غير طلع فيها الغليه وطفاو عليها. صافي هنايا راه وضعتها تصفى. وغادي نمروا باش نحضروا لاباغاي ديالتها اللي هي اللي كتخليها كتعطيها واحد السر وواحد القرمشه خطيره البنات. وغادي نحتاجوا فيها شويه ديال الزعتر، واحد معلقه ديال البابريكا، معلقه صغيره اولا نص معلقه ملحه، ونص معلقه الابزار. وغادي نحتاجوا فيها كاس ديال الدقيق الابيض، وجوج المعالق مايزينا، واحد جوج الفصوص ديال الثومه، وغادي نحتاجو نص خماره ديال الحلوى وكاس ديال الماء. الماء البنات غير باش نجمعوا لاباغي ديالنا، وملي غادي تجمعوها خاصها تجيكم على حساب على هذا الشكل اللي غاديه فتقولي اللي غادي نوريكم. هنا البنات السكه ديالي كديرها فيهم شويه الملحه وشويه الابزار. غادي ناخذ لا دان دو فيمي، غادي نوضعو وسط السكه ديالي، وغادي نوضع الفرماج موتزاريلا والفرماج احمر، وغادي نسد السكه ديالي. فهذا هو البولي بارميديانو. وملي غادي نكمل السكه ديالي الوقيشه ديال اللي غنبغي نقليهم فيهم اللي يقرب الوقيشه ديال الفطور، غادي نجيب واحد البيضه و لا شابلور دقيق الابيض، يعني هادو هما اللي غادي نمررهم انايا نمرر السكات ديالي فيهم. غادي ندير فورس وغادي نعاودو في الصفر ديال البيض اولا في البيضه كامله غادي نتحركوها و لا شابلور. فالبنات صدقوني كيجي لذيذ بزاف، غير جربوا هاد الطريقه وردوا لي خبر قولوا لي كيفاش جاتكم.
وبالنسبه للقلي البنات راكم شفتوا الطريقه، كندورها على كاع الجوانب. ومن بعد ما تقلاو البولي بارميديانو ديالنا، خديت شويه ديال صوص طوماط ودهنت من الفوق ديالو بصوص طوماط، وغادي نوضع فوق منه فرماج حمر والفرماج موتزاريلا، وغادي ندخلو للفرن يتكراتينا. فرا تيجي البنات لذيذ بزاف، ولي بات ديالي حتى هما من بعد ما وجد لاصوص زيت لي بات وضعتهم في داك الصوص وخليتهم شويه فوق البوطه شويه هكذا باش كتشرب ليا لي بات ديك الصوص، كيجيو حتى هما لذادين البنات. والبوطه يطص حتى هي كتجي غزاله. جربوهم البنات في هذا الفطور، زعما جا غزال وما فيش بزاف ديال الوقت، يعني الا ما كانش الكونتيتي كثيره راكم ما غاديش تستغرقوا واحد المده اللي طويله. وبالنسبه للعصير، فواحد العصير اللي جد اقتصادي غير بالماء البنات، فهنايا خديت الباباي ضفت ليه اولا المونغ، ضفت ليه السنيده والماء، كيجي عصير البنات غزال. البطيطوس ديالتي حتى هي قليتها جات مقرمشه وجات لذيذه. صافي، كان هذا هو الفطور ديالنا. المسمن دهنتو، انا من عشاق المسمن ودهون بالعسل، وحتى راجلي تيعجبو بزاف. صافي، هذا هو الفطور ديالنا، بارطاجيتو معاكم، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وغادي تبقاو معايا حتى تشوفوا التحليه كيفاش جات، والكيك اللي بطبقه ديال البرتقال حتى هي كتجي لذيذه بزاف. خليكم معايا وما تمشيو فيه. عرفت شويه البنات مشاهيتكم فيه جلديد بزاف بزاف، غير جربوه. فخلاص من بعد ما غادي نفطروا غادي نخرجوا باش نخلي ولدي يلعب شويه، ما بقاش خرج هاد الايامات لعب بزاف، كنمشيو غير عند ماما. صافي، هنايا غديتو البوزيد وغادي نضرب لكم واحد الدويره خفيفه هنايا وجيت بوزيد، وغادي ندير واحد لاجو اللي حتى هما اللي زوينين هكذا ديال الوليدات الصغار. فالواحد في الصراحه من الاحسن انه ملي يفطر يخرج يتمشى شويه، مزيانه ليه بصراحه، لا مارش زوينه. وهنا البنات غادي نزين معكم التحليه، اللي التزيين ديالها كيبقى اختياري. زينتها بكيندر بوينو بالفرومبواز، واحد بحال كونفليكس ديال الميسلي بالشوكولا، حتى هو كيجي زوين هذا غير مع الحليب تيجي زوين. مهم البنات التحليه جات غزاله كيف ما شفتوا معايا، وحتى المذاق ديالها جديد. فكنتمنى ان هذا النوع ديال الفيديوهات يكونوا تينالوا الاعجاب ديالكم. وحتى الكيك اللي بالطبقه ديال البرتقال جات غزاله، جات لذيذه بزاف، كنتمنى انكم تجربوهم، وكنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. فما بقى لي غير نقول لكم تنبغيكم بزاف، وما تنساونيش من اللايك ديالكم ومن البارطاج الفيديو مع الحباب والصحاب باش تعمل فائده. و بسلام عليكم، تلاقاو في فيديو جديد وفلوغ جديد، وكنتمنى انني ما نبقاش نتعطل عليكم وما نبقاش نغبر عليكم.